نعود أيضا الآن مرة أخرى إلى الأستاذ صالح المقدم رئيس حركة العدالة والإنماء، عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ صالح، كنا نتحدث حقيقة على الوضع الاقتصادي اللبناني وأنه يسبق 7 أكتوبر، يسبق طوفان الأقصى، الأزمات الاقتصادية ربما تسبق هذا بفترة، الأزمات أيضا السياسية أو الأزمات أزمة المؤسسة الرئاسية. فلو تحدثنا أيضا عن الأزمة التي الناشئة الآن، أزمة الكهرباء، ويعني أن تنطفئ الكهرباء عن بيروت، فهذا وجع وألم لكل عربي حقيقة يشهد بيروت الجميلة ويشهد لبنان وهي بلا كهرباء. نعم صحيح، حقيقة هذا الأمر يتحمل مسؤوليته المسؤولين اللبنانيين وكل وزراء الطاقة الذين انتابوا على لبنان منذ عشرات السنين حتى اليوم. لم نرى منهم إلا الكلام، وهدر أموال على الكهرباء اللبنانية أكثر من 50 مليار دولار، ولم نشهد حتى الآن كهرباء كالدول المتقدمة للأسف. هناك فساد كبير، لذلك نحن نصر كل يوم على قيام الدولة الحقيقية لكي تحاسب هؤلاء المسؤولين الذين كانوا يحكمون هذه لبنان، يحكمون لبنان من دون لا محاسبة ولا أي أمن، تحت حماية سوى يوم من حزب أقوى من الدولة ويوم آخر من أشخاص نافذين ولديهم مصالح مشتركة. لذلك نحن من الدعاة قيام الدولة الحقيقية العادلة القوية والتي لا يعلو عليها إلا صوت والجيش اللبناني والدولة اللبنانية لكي تحاسب. فنحن للأسف 2024 ما عندنا كهرباء، اليوم نحن ببيروت بالعاصمة أكثر من أسبوع ما أجت الكهرباء ولا ساعة. يعني للأسف عم نحكي بهيدا المنطق بشيء مؤسف جدا. وما في مسؤولين، يعني ما في 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 للأسف، يعني وصلنا لمرحلة الشعب اللبناني تعود على أنه لهيك تعود على أنه يتأقلم بالأزمات، عم بتمر أزمات الشعب اللبناني قوي كتير، والمشكلة أنه المسؤولين اللبنانيين ركبوا على ظهر الشعب اللبناني لأنه صار إذا بدك شعب قادر يقطع كل الأزمات ويتأقلم معه. ولكن هيدا الشيء منه شيء سليم أبدا، لأنه البلد ما فيها تمشي هيك وما فيها تستمر بهذه الطريقة. نعم، يعني البعض أو مش البعض، الكثير من المحللين العسكريين والسياسيين في المنطقة اعتبروا أن العالم أو يعني إسرائيل تحديدا في إطار مواجهة كبرى ستحدث بعد ردا عسكريا إيرانيا لبنانيا ولو حتى من خلال حزب الله فقط. في رأيك الشخصي لماذا تأخر هذا الرد؟ تأخر الرد وتأخر كثيرا. يلي بده يرد برأيي أنا بيصير في ردة فعل. هلا اللي عم بينقال إنه في بدها تكون رد مركز، ولكن أنا اللي عم شوفه إنه الخوف من ردة الفعل على الرد هي التي تمنع الرد. فاليوم ما حصل من دعم للإسرائيليين خاصة من الولايات المتحدة والوصول المعالجات الأمريكية إلى الشرق الأوسط وجهوزيتها للدفاع عن إسرائيل فضحت التقارب والدفاع الخط الأول للدفاع الإسرائيلي من الولايات المتحدة رغم كل المجازر التي تحصل في غزة ورغم كل الكلام الذي كنا نسمعه. ومن جهة ثانية أعتقد بأن الخوف من هذا الرد وتوسع نطاق الحرب لكي تصبح حرب إقليمية، ومن سيدفع الثمن في هذا ومن سينتصر في هذه الحرب الإقليمية ومن هو جاهز اليوم لحرب إقليمية،
لا أعتقد بأن سوى إيران سترد على الاغتيال الذي حصل، إلا سيكون ردا مثيلا أو أكثر بقليل من الرد السابق. ستدفع الأحزاب الموالية لها في المنتخب لكي ترد، ولكن تدخل حتى حزب الله الذي هو أعتقد في مكان معين لا يريد أن يصل إلى الحرب الشاملة، وهذا ما قرأناه في خطاب السيد نصر الله الأخير منذ أيام. نعم أستاذ صالح، يعني ربما يعني يبدو سؤالنا الآن بعد قرابة 3 سنوات، ماذا بقي من ثورة 17 تشرين الأول أكتوبر 2019-2021؟ يعني نزل الشباب ونزلت البنات ونزل الجميع واحتجاجات ومظاهرات، يعني برأيك هل ثم التغيير لا يزال في الأفق أما أن الأمور تجمدت في عروق البدائل والتغيير الحالي؟ أعتقد بأن نفس الثورة موجود في كل اللبنانيين الشرفاء الذين يؤمنون ويريدون قيام الدولة الحقيقية ويريدون أن يحموا لبنان للأجيال القادمة، ولكن ما حصل من في الوقت في المرحلة السابقة هناك يعني أزمات عديدة مرت خلال حتى الثورة، ومنها الأزمة الاقتصادية الأساسية التي عصفت في لبنان، وهي يعني مرت بنفس الوقت التي بدأت بها الثورة، فأصبح هناك جزء معين أنها تحملت الثورة جزء من المسؤولية الانهيار، كأنها تتحمل مسؤولية جزء من انهيار الليرة، وهو هذا الأمر غير صحيح. من ناحية ثانية مرينا على انتخابات نيابية منذ سنتين، كانت النتيجة بأنه صحيح بأن هناك نواب تغييريين، ولكن للأسف المجلس النيابي الحالي لا يستطيع أن يقوم بما يمكن القيام به في الحياة السياسية الطبيعية. نحن نعيش في مرحلة سياسية غير طبيعية، والشعب اللبناني يتحمل والنواب يتحملون المسؤولية في ذلك، لأن اليوم الشعب اللبناني لم ينتخب مجلس نيابي لكي ينتظر من جلسة إلى أخرى عشرات الجلسات، ولم نستطع أن ننتخب رئيس، لم يصل المجلس النيابي لكي تعديل هذه الثغرات الدستورية التي يمكن أن معالجتها لكي تمنع الشغور الرئاسي لسنوات. أستاذ صالح، ربما يكون هنا أيضا يستوقفني هذا السؤال في هذا المكان، يعني كيف لشغور منصب رئاسة لبنان حتى الآن؟ يعني ما هي الصعوبة، ما هي تأثيراته وانعكاساته السلبية؟ كيف هذا الفراغ الرئاسي حتى الآن وانعكاساته أيضا على الداخل اللبناني؟ طبعا تنعكس كثيرا. هلأ بالمدى الطبيعي يعني الشخص الغير لبناني يقول كيف تعيشون من دون رئيس ومن دون صحيح. حكومة مستقيلة وكذا، ولكن حقيقة اليوم نحن لا نعيش حياة طبيعية، يعني الحياة الطبيعية هي حياة يكون فيها لبنان مزدهر، ازدهار اقتصاد، شركات أجنبية تأتي إلى لبنان لكي تستثمر، فنادق جديدة تطلع، فرص عمل جديدة، ولكن هذا الشيء مش موجود، بالعكس العالم كله عم تهرب، متأقلم العالم على الدولار، لأنه في ما زلنا الشباب الاغتراب اللبناني يرسلون إلى اللبنانيين وأهاليهم بعض الدولارات، وبعض الأمور تأقلمت صارت مدولة إذا بدك، ولكن هيدي منها حياة طبيعية، منه ماشي البلد، لا مش ماشي البلد أبدا. يبدأ يسير البلد بطريقة مضبوطة، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، يبدأ وينتقل إلى تشكيل حكومة مستقلة لكي تعالج المشاكل البلد، ومنها حياة طبيعية نحن نهائيا. فمش صحيح انه كيف عايشين نحن، لا نحن
عم نقول نحن هلأ بمرحلة حرب مع الكيان الإسرائيلي، ونحن نريد تحييد لبنان بشكل عام عن هذا الصراع، ولكن بأن نكون منتصرين، لا أن نكون ندفع ثمن فقط شعارات لا تؤتي، يعني لا تنتج شيئا إلا الضرر على اللبنانيين. نعم. يعني سيد صالح، في أسئلتنا الأخيرة أو سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني يبدو أنه لا يوجد أفق للحل إلا من خلال اتفاق سياسي. يمكن في غزة في أفق للحل، في حديث عن مفاوضات، في حديث عن استمرار لمفاوضات تنتهي تختفي تخفت، لكن هناك اتجاه للحل. هل فعلا لو هدأت المدافع والطائرات في غزة ستهدأ الأمور في جنوب لبنان، أم أن الجرح الجنوب اللبناني أصبح أكثر صعوبة من السكوت؟ للأسف أنا أعتقد بأن الحل حتى في غزة أعتقد بأنه سيتأخر، لن يأتي اليوم، أتمنى أن يأتي اليوم قبل الغد طبعا. نعم. ولكن ما يعني ما يحصل اليوم، أو أعتقد أن الجميع ينتصر للأسف الانتخابات الأمريكية، وما سيتنتج النظام يعني الحكم الجديد للرئيس الجديد الذي سيصل إلى الرئاسة الأمريكية الجمهورية أو الديمقراطية، ومن هنا أعتقد ستبدأ المرحلة القادمة بأن تظهر، سواء كان يعني سواء طريقة المفاوضات والوصول للحلول، لا أعتقد بأنها سيكون قريبا. إن حصل في غزة الحل، حتى الآن يقول حزب الله بأن إذا وقفت الحرب في غزة سنوقف استهداف الإسرائيليين أو ما يريدون ما يستهدفونه اليوم. ولكن تريد أن ترى أيضا إن كانت إسرائيل لديها النية بأن تنهي الحرب مع حزب الله، أو لا، أن تستمر بأن تفتح جبهة جديدة بعد أن ينتهي الحل أو يوقع الحل في غزة. نعم. سيد صالح المقدم، رئيس حركة العدالة والإنماء من بيروت، كنت معنا في الشارع المصري، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الليلة.